خلينا نتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه، ومراسلتنا العزيزه جدا نورهان طمان موجوده دلوقتي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، والاجواء باينه ان هي شتويه شويه. انا مش عارفه احنا في يعني جوه حاجه وبره حاجه والصبح حاجه وبالليل حاجه. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا نهاوندو صباح الفل يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي طبعا بالجزيره عشان نطلعكم على ابرز اخبار النادي والانشطه المختلفه. وزي ما قلت يا نهاوندو، يمكن الاجواء يعني غريبه شويه، نص شمس ونص ساقعه في الساعات الاولى من صباح اليوم. توافد العديد من اعضاء النادي هنا، وطبعا العاملين بالنادي استقبلوهم افضل استقبال، وطبعا كل كان على قدم وساق لاستقبال اعضاء النادي. يمكن برضو الحضور متوسط الى حد كبير، لانه طبعا النهارده مش اجازه رسميه وفي مدارس وفي امور كتير جدا، يعني التوافد هيبدا ان شاء الله يمكن في الساعات القادمه وليس الان. نروح بقى لاخبار الفريق الاول لكره القدم. التدريب بدا الساعه 10 النهارده بملعب مختار التتش. كمان خلينا نقول لكم خبر حلو ان اليو ديانج خلاص يعني بيواصل التاهيل واقترب من العوده مره اخرى لطبعا الفريق، ويمكن كمان الراحه اللي اخذها او اللي هياخدها الفريق في الفتره اللي جايه هتكون بمثابه وقت مناسب لاليو ديانج للعوده مره اخرى للاستشفاء الكامل وطبعا وجوده مع الفريق. كمان خلينا اقول لكم انه كان في تقسيمه مع شباب النادي ولكن اتلغت، وهيتم تقسيمه ما بين اللاعبين النهارده في ملعب مختار التتش. وكمان عايزين نهني زياد طارق بعد طبعا مشاركته امس امام فاركو في مباراه 2001، واحرز هدف هو الاروع طبعا في مباراه امس بعد فوز طبعا في فوز النادي الاهلي على فاركو مواليد 2001. كمان خلينا نروح بقى لسيدات الكره الطائره النهارده، وطبعا المتوجات بلقب الدوري النهارده هيفتتحوا الدوري الموسم الجديد بعد طبعا ايام كتيره جدا من الاستعدادات القويه تحت قياده كابتن حمدي الصافي بمواجهه الزهور الساعه 8 اليوم. اما على صعيد كره السله، فطبعا خلينا نهني النادي الاهلي بعد فوزه على سموحه في دوري المرتبط للسيدات امس بنتيجه 84-66، وكمان احنا منتظرين ان شاء الله مباراه الاياب غدا الثلاثاء ما بين الاهلي وسموحه. كل التوفيق لسيدات النادي الاهلي في كل الالعاب. ويمكن الخبر الاخير معانا عن نجمنا مصطفى عسل نجم السكواش، واللي بيخوض طبعا منافسات بطوله العالم للجامعات السكواش اللي مصر بتشارك فيها بخمسه لاعبين وعلى راسهم مصطفى عسل المصنف طبعا الثالث عالميا. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. تغطية كالعادة أكثر من رائعة نورهان، نشكرك جدا. وطبعا الماتش أنت ذكرتيه ل 2001 طبعا ده ماتش يعني ودي، شكرا ليكي جدا، شكرا يا نورهان.